أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من صحيفة الأيام: صيادو الحديدة خائفون من سواحل مدينتهم. من المصدر أونلاين: الرهينة الفرنسي: الحوثيون كانوا يضربونني ويهددونني بالقتل. ومن البي بي سي: باحثة بريطانية: اللغة المهرية في اليمن مهددة بالانقراض. أهلا بكم، والبداية من صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي تتحدث عن ظروف صعبة يعيشها الصيادون في منطقة حرب مشتعلة. وتعنون الصحيفة: صيادو الحديدة بين خطر الموت جوعا أو قصفا في البحر. تسرد الصحيفة عددا من قصص الصيادين، بينهم علي محمد الذي اعتاد اصطياد الأسماك قبالة شاطئ الحديدة منذ صغره، لكن للمرة الأولى منذ 3 عقود يبدو عاجزا عن اصطياد ما يكفي لإطعام أطفاله 8 بعد وصول الحرب الدائرة إلى مدينتهم. على حافة مرفأ الصيادين في المدينة المطلة على البحر الأحمر، يتحدث محمد وهو يفرغ الأسماك من شباك الصيد عن خشيته من الإبحار بقاربه الخشبي الصغير إلى مسافات بعيدة، خوفا من التعرض لإطلاق نار أو للتوقيف. ويقول: نحن في مأساة في ظل هذا الوضع، أصبحنا نخاف جدا من الخروج إلى البحر، حتى عندما نغادر البيت نقوم بتوديع أطفالنا لأننا لا نعلم إن كنا سنعود أم لا. وإلى جانب قلة الزبائن، يعاني الصيادون في المرفأ من خطر التعرض للتوقيف في البحر عن طريق سفن التحالف، والذي يتحكم بالحركة في مياه وأجواء اليمن، ويجبر هذا الأمر الصيادين على الاصطياد في مناطق قريبة من المرفأ وعدم الابتعاد عنه كما كانوا يفعلون طوال سنوات. عند مدخل السوق يهرول قلة من الزبائن وراء أي صياد ينجح في الاصطياد، ما إن يصل إلى المرفأ حاملا بيديه صيد اليوم. 30 نوفمبر: حدث يمني أصيل. تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا: 30 نوفمبر هو تتويج نضالات شعب وأمة تواقة للحرية والاستقلال، مرحلة كفاح مسلح لفدائي الثورة اليمنية بكل أطيافهم وأعراقهم وجذورهم، أبرزهم جبهة التحرير والقومية والرابطة. وبدعم سياسي وفكري من أحزاب ونقابات وجمعيات ومنتديات، كانت عدن مصدرها وتعز وإب وقعطبة الخلفية الداعمة لها بدلالات المناضلين وشهود الأعيان. احتضان الشمال لرجالات الثورة في الجنوب وتسليحهم ابتدأ من لبوزة، ومرورا بسالمين وعلي عنتر وعبد الله باذيب. هذا الجمع والروح الوطنية الواحدة هي التي صنعت الفرحة في أرجاء الوطن وعدن برحيل آخر جندي بريطاني عن أراضي جنوب اليمن المحتل، وتوحيد 22 سلطنة ومشيخة في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. الجنوب العربي هو مخطط استعماري لسلخ عدن والمحميات من هوياتها اليمنية لجعلها مجرد وحدة جوار وإمارات متناثرة مسلوبة الهوية والتاريخ في مواجهة المد القومي العربي رفضته حضرموت والمهرة وقاومته عدن. إنه انتصار ضد المخططات الاستعمارية، انتصار عدن والجنوب لهويتهما اليمنية. 30 من نوفمبر انتصار لثورتي سبتمبر وأكتوبر العظيمتين، فيه عمت الفرحة اليمن بشطريه، تحلت فيه عدن ثوبها القشيب كعروس بأنوارها الزاهية في ساحاتها وجبالها وشواطئها. احتفالات أضاءت جبل شمسان حتى الفجر، أشهر لم تعرف عدن الظلام، بقناديل وأعلام الجبهة القومية بألوانها الثلاثة: الأحمر والأبيض والأسود، وأهازيج وأناشيد الثورة. ومحمد محسن عطروش: برع يا استعمار برع، من أرض الأحرار برع. بعد شهرين من الإفراج عنه من سجون الحوثيين في اليمن، يروي البحار الفرنسي ألان غوما قصة هذه الرحلة وما لقي فيها من ضغوط نفسية متكررة وكيف كانت تعذبه ميليشيات الحوثي. وقال في تقرير نشره المصدر أونلاين نقلا عن صحف فرنسية أنه توقف بميناء الحديدة وهو في قاربه متجها إلى الهند، ولسوء حظه كان توقفه متزامنا مع هجوم للتحالف العربي على المتمردين، وفجأة يجد البحار حياته قد انقلبت رأسا على عقب. يقول: في أول ليلة استجوبوني على قاربي، وكبادرة حسن نية أعطيتهم هاتفي وحاسوبي اللوحي، ومع ذلك بقي أسبوعا على ظهر قاربه
الذي تحول إلى سجن ومعه رجل مسلح يراقبه كظله. تابع غوما: كنت أظن أنهم سيفرجون عني، ولكن للأسف في 9 من يونيو ذهبوا بي في جولة في جميع أنحاء البلاد، وكان ذلك خلال شهر رمضان، وكنت أسمع أصوات الناس في الخارج. يضيف أنه وبعد وضعه في السجن بصنعاء كان السجانون يشيرون إليه بما يفهم منه التهديد بالذبح. كانوا يضربونني أحيانا، لكنني أخبرتهم أنني كنت مسالما ولا شأن لي بهذه الحرب. وفي 14 من يوليو تموز الماضي يقول غوما أنه انفصل عن حارسه الذي كان يرافقه ونزل مع الدرج، لكنه لم يعثر على مخرج، بل لحق به عدد كبير من الأشخاص وأوسعوه ضربا، ثم كبلت رجلاه بسلاسل لمدة أسبوع. ولكنه كما يقول كان يدرك أن ساجنيه كانوا يريدونه حيا. بعد ذلك وضع غوما وحده في زنزانة صغيرة من 2 متر × 3 بها نافذة لا تسمح إلا بمرور الضوء، ولم يكن بحوزته ما يكتب فيه، وإنما مجرد قلم يستخدمه للكتابة على الجدران. ويوضح غوما أنه أدرك قبل الإفراج عنه أن سجنيه يريدون مقايضته، لكنه لم يعرف بماذا، وسمح له بالصعود إلى الطابق العلوي للسجن ليتوجه بعد ذلك إلى مطار صنعاء، حيث كانت تنتظره طائرة عسكرية فرنسية. ويضيف أن أحد السجان ناداه وقت خروجه قائلا: أشتري منك قاربك ب$5000، لقد تهكموا علي حتى النهاية. عن شعلة التغيير التي لن تنطفئ، وعن الطريق الذي لن يقفر ما دامت الشعوب تسير عليه، يكتب أحمد عثمان مقاله المنشور في موقع الحرف 28. ليس بمقدور أحد إيقاف انطلاق قطار الشعوب الذي أطلق صافرته الأولى ذات يوم أو إلغاء موعد وصوله، ولو اجتمع طغاة الإنس والجن والأطباق الطائرة، فالقطار يشق طريقه حاملا شعلة التغيير بين الأعاصير والعواصف. تمر على هضاب الأيام والسنوات بين توهج وهمود وانطلاق وتعثر، لكنها لا تتوقف ولا تنطفئ مهما توهم الواهمون. فبراكين الحرية عندما تنطلق مدفوعة بالوعي والإرادة والدماء لا تموت ولا تتوقف، بل تنطلق بتيار الدماء النقية الحالمة بالوصول كشلالات هادرة ووصية نبي، وستصل يوما مداها الحقيقي. وسنرى حكما ودولة يعيدان للشعب حقه ويعطيانه مكانته بين شعوب الأرض كشعب، وليس كقطيع أو أشياء بشرية مملوكة لسيد أو مالك دعي هنا أو هناك. ويوما سيضع المسافر عصاه في الطابق الأعلى للدولة المنشودة، حيث ديوان الحرية واستراحة الزمن المقهور على العرب المنحوس بحكام أغبياء وعوائق حضارية أسموها الحاكم والمحكوم والتابع والمتبوع والمالك والمملوك والسادة والعبيد. هناك موعد يقينيا سنصل إليه لا شك في ذلك، حيث الكرامة غير المنقوصة والحكم الرشيد الغائر بين غابات متوحشة وراء أسوار متعددة القلاع سينجز الوعد، وشلال الحرية المتدفق سيصل تجاوزا عوائق الأيام ومكر الليالي، متغلبا على السدود المنصوبة في الطريق كرؤوس الشياطين وكراسي الحكام. وسيجرف كل الغابات بتدفق الإرادة التي بدأت في نوفمبر وما قبل نوفمبر وبعدها حتى 11 فبراير وما بعدها، حيث بداية لمع بريق الربيع الموعود القادم بكل تباشيره مدفوعا بإرادة الأجيال وطول المدى، والمدى والإرادة الواعية في الوصول لهما قوة خارقة وفعل المعجزات. حتى لو كان حبلا فإنه يشق الصخرة أو قطرات ماء، ما بالك وهي دماء وزمن وإرادة تحملها سنن غالبة وقوانين قادرة حاكمة للحضارات ومسيرة البشرية وتقلباتها التي لا تعرف الثبات أبدا. يعنون موقع يمن مونيتور من داخل العاصمة صنعاء وكيف يتعرض سكانها للتنكيل بشكل يومي، ويقول الموقع: اضطراب في أسواق صنعاء والحوثيون يستخدمون القوة للحصول على جبايات. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي استخدمت القوة المسلحة لإغلاق الشركات والمحلات لمواجهة اضطراب السوق في العاصمة اليمنية صنعاء مع تذبذب سوق الصرف للحصول على جبايات جديدة. وقال رجال أعمال وملاك محلات تجارية أن جماعة الحوثي داهمت محلات وأغلقتها في معظم أسواق صنعاء دون وضع اعتبار لفواتير شرائهم للمواد الغذائية. قال 3 من تجار الجملة في صنعاء اليمن مونيتور إن المسؤولين
الحوثيين اشترطوا للإفراج عن عمال يعملون معهم واستمرار تجارتهم دفع مبالغ مالية كبيرة. وقال مراسل يمن مونيتور إن مسلحي الحوثي يقومون بوضع أقفال خاصة لا يتمكن التاجر من إعادة فتح محله التجاري إلا بعد تسديد الغرامات المالية التي تذهب لصالح جماعة الحوثي المسلحة وفق ما تفرضه من غرامة مالية على كل تاجر. نطالع في صحيفة لابريس الكندية التي تابعت تطورات الأحداث في اليمن وعنونت الأمم المتحدة تخفف الأمال حول محادثات سلام اليمن. قالت الصحيفة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خفف الأمال حول محادثات السلام في اليمن وقال: لا أريد أن أرفع سقف التوقعات، لكننا نعمل بجد للتأكد من أنه يمكننا بدء المفاوضات هذا العام. تفيد الصحيفة أن مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث يسعى إلى اجتماع السلطة والمتمردين في السويد لمحاولة إيجاد حل سياسي للصراع الذي دمر هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية لما يقرب من 4 سنوات. وركزت الصحيفة على تصريحات الرئيس هادي والذي سلط الضوء على رغبة حكومته في سلام شامل وعادل ودائم يقوم على نهاية الانقلاب. وجاءت تصريحات الأطراف المتحاربة بمناسبة يوم استقلال اليمن في 30 نوفمبر بينما استمر القتال على عدة جبهات. شهدت آخر عملية احتيال لجوء البرلمان العراقي إلى إجراء تحقيق في كيفية تلف ما يعادل 6 ملايين دولار من أوراق العملة المحلية التي كانت مخزنة في بنك عام بسبب المطر الغزير. هكذا بدأ كلود صالحاني ما قاله المعاد نشره في الغد مضيفا: كل بضع سنوات نسمع عن حكومة جديدة يتم تشكيلها في العراق ولبنان وغيرهما من الدول العربية، حيث يتعهد رئيس الوزراء الجديد بمحاربة الفساد، وفي بعض الأحيان يتم خلق منصب وزاري للاطلاع بالمهمة الحصرية المتمثلة في القضاء على الفساد، لكن قول ذلك أسهل بكثير من فعله. وهناك سببان أساسيان في أن الفساد والرشوة ينتشران بهذه الكثرة في العالم العربي. لا يعني هذا القول أن الناس الذين في السلطة في البلدان الأخرى ليسوا فاسدين، مع ذلك لا شيء يقترب من خيال المسؤولين العراقيين الفاسدين الذين يستطيعون أن يلقوا باللوم بكل جدية على المطر. والعراق بلد غني بالنفط، لكنه فقير عندما يتعلق الأمر بالخدمات التي يمكن أن تقدمها الدولة لمواطنيها. وأحد الأسباب الرئيسية هو الفساد الذي يشكل مصدراً دائماً للاحتجاجات التي لا تنتهي في بغداد والمدن العراقية الأخرى. في بلد مبتلى بالفساد يبدو أنه حتى المطر يمكن أن يلام على الفساد كما يقول بعض العراقيين، حيث المطر له عقله الخاص، عقل إجرامي، ويمكنه أن يدخل إلى خزانات البنوك ويسرق مبالغ ضخمة من النقود. من الواضح أن تبريرات الحكومة في هذه المسألة لا تنطلي على أحد. لا يمكن أن يتوقع أحد من المواطنين المساكين في البلدان فاحشة الثراء أن يمنحوا صوت الثقة لحاكمهم عندما تستمر الأوراق النقدية في الانجراف مع المطر. وكانت أحدث حيلة، لأن هذا لا يمكن أن يكون سوى حيلة، هي إجراء البرلمان تحقيقاً في كيفية تلف ما تعادل قيمته 6 ملايين دولار من العملة المحلية المخزنة في إحدى المصارف العامة بسبب المطر الغزير. نشرت صحيفة الشعب الصينية مقالاً لطالب يمني يدرس في جامعة ناينجينغ للعلوم والتكنولوجيا، تحدث فيه عن حياته هناك وكيف أصبحت الصين في مركز متقدم. وقال الشاب اليمني الذي اكتفت الصحيفة بذكر اسمه الأول عاصم: في بداية وصولي إلى الصين درست اللغة الصينية لمدة فصل دراسي في مقاطعة هونان وسط الصين، وجدت هنا أن الصينيين مجتهدون جدا ويبدو أنهم يمتلكون طاقة لا نهاية لها، لذا أدركت أن اجتهاد الشعب الصيني هو السلاح السري لتحقيق بلادهم التطور السريع. بالإضافة إلى ذلك وجدت أن معظم الصينيين يعلقون أهمية كبيرة على التعليم، ويبذل الآباء الصينيون جهودا كثيرة ليدخل أولادهم جامعات جيدة. هذا هو أيضا السبب الرئيسي وراء تحقيق الصين تدريجيا القيادة العالمية في جميع الجوانب. وعن أول يوم وصل فيه الشاب إلى الصين يقول: في عام 2014
تحقق حلمي أخيرا عندما نزلت من الطائرة ودخلت الصين. استقبلني شرطي مبتسما قال وديا مرحبا بكم، ما ترك انطباعا عميقا لدي. وبعد خروجي من المطار فوجئت بأن المطار ومحطات المترو متصلة، ووسع هذا التصميم آفاق رؤيتي. اهتمت شبكة البي بي سي البريطانية بمحافظة المهرة اليمنية وعنونت في تقرير خاص: عرب لغتهم الأم ليست العربية ويخشون عليها من الاندثار. تقول البي بي سي أنه من المعروف أنه في العالم 7000 لغة، يسجل علماء اللغات موتى إحداهن كل أسبوعين. المهرية هي إحدى اللغات المهددة بالانقراض، موطنها شبه جنوب شبه الجزيرة العربية، حيث توجد 5 لغات أخرى تصارع من أجل البقاء. المهرية هي أحد هذه اللغات السامية 6 وأوسعها انتشارا، حيث يتراوح عدد المتحدثين بها بين 100,000 و200,000 شخص. والأمهرية هي لغة سامية يتحدثها الأثيوبيون، وهي الأقرب إلى اللغة المهرية من العربية. يرجح باحثون تاريخ المهرية إلى ما قبل ظهور الإسلام، لكن مع انتشار اللغة العربية ورفعة شأنها خلال القرون التي تلت ظهور الإسلام، توارت اللغات الجنوبية السامية عن الأنظار، منسحبة إلى جيوب الجبال والصحاري والجزر اليمنية والبحر العربي ومنطقة ظفار. تقول جانيت واتسون أستاذة اللغات بجامعة ليدز البريطانية في دراسة لها بهذا الشأن أن لغتا قبائل المهرة ضعفت مع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة والتوسع في استخدام العربية، خاصة منذ 70ات القرن الماضي. وأضافت قائلة أن انتشار التعليم والمستشفيات ووسائل الحضارة الحديثة بين المتحدثين بالمهرية منذ 70ات مهد لاختفاء المعارف وأنماط الحياة التقليدية. خلف كل صورة خبر وحدث مهم، كما تقول الجارديان البريطانية التي نشرت عددا من الصور للتعبير عن الأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم. نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تحمل العديد من الآراء والمواقف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.